السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات تفسير وتحفيظ وتفسير القرآن الكريم. واليوم إن شاء الله سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تعودنا هنقرأ السورة كلمة كلمة حتى إذا استمعت إلينا آية كاملة تبقى عارف الكلمة دي بتتقال إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، نقدر نقول يسرا لو احنا وقفنا عندها، ولو ما وقفناش عندها قلنا ايه؟ يسرا كلمة بالألف. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله سبحانه وتعالى يتحدث إلى نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له ألم نشرح لك صدرك. ألم مطمئن، الشرح انشراح الصدر هو إيه؟ الأمان والاطمئنان والسعادة والفرح والسرور. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، محونا كل الذنوب. كل الذنوب محت، ما تقدم منها وما تأخر. الله سبحانه وتعالى قال رسول الله الكريم محونا ذنوبك، ما تقدم منها اللي جاي واللي عدى، كله ما تقدم منها وما تأخر. هذه الذنوب هموم ثقيلة أثقلت ظهرك، الذي أنقض ظهرك أتعبه، ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى عايز يفرح نبيه محمد، بيقول ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله، من دخل الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر، شهادة. بني الإسلام على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله. الإقامة، حي على الصلاة حي قد قام الصلاة، أشهد أن محمد رسول الله. في الأذان والإقامة وبناء الإسلام ودخول الفرد من ايه؟ من دين الى الاسلام، اي دين الى الاسلام. كل ده لازم ننطق فيه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. في التشهد تحيات لله والصلوات والطيبات، ها؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذا هو ايه؟ رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا. الله سبحانه وتعالى يقول لكل المخلوقات وخاصة البشر إن مع العسر يسر. لابد
ان العسر ياتي معه اليسر. الاثنين ايوه الاثنين مع بعض. اذا ضاقت بك الدنيا واصبحت او اصبحت في هموم كثيره فتاكد ان الله قال لك ان حرف توكيد بياكد الله سبحانه وتعالى بيؤكد ان العسر معه اليسر. عندما يهجم عليك الهم يهجم عليك اصلا، عندما ينزل البلاء يهجم عليه تهجم عليه الرحمات تهجم عليه الرحمات. ان مع العسر يسر. والله يؤكد تاني ان مع العسر يسر، تاكيد لابد لابد لابد. لا يمكن يكون كل واحد على وضع معين مدى حياته، لا يمكن. من غنى الى فقر، من فقر الى غنى، من ضيق الى فرج، من فرج الى ضيق، من ايه؟ من صحة الى مرض، من مرض الى لا بد من التغيير. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. فاذا فرغت فانصب، في اي وقت بقى انت فاضي فيه تفرغ، تفرغ للعباده، تسبيح، الاستغفار، الصلح بين المتخاصمين. اعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقت فراغك ما تسيبش وقت فراغ كده، ما تعدوش، هتحاسب عليه اساسا، هتتحاسب عليه. الوقت الفاضي ده ما تعدهوش، سبح سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، استغفر الله العظيم. اعمل اي حاجه تقربك الى الجنه. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. اذهب الى الله سبحانه وتعالى، تعبد، اشكر ربنا على النعم. كل دي عباده. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. اقرأ معايا، رد معايا. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب.
فإذا فرغت فانصب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آخر مرة مع بعض بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. أي صلاة تواصل 010-211-6-9-9-4-1 أو من خارج البلاد زائد 210-211-6-9-9-4-1 ولقاءً آخر. نترككم في هذا الأمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة. كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.